السلام عليكم. نعم هؤلاء يطبخون باسم الإمام الحسين. لبيك يا حسين، لبيك يا حسين. وهؤلاء الأولاد يأتون بأخشاب لأجل طبخ طعام إمام حسين، وهؤلاء كلهم اجتمعوا على إطعام مجلس إمام حسين الذين يشرف في مجلس إمام حسين مجانا، ليس فيه أجرة ولا شيء، ويطبخون لفوق 2000 أشخاص يوميا، صباحا ظهرا ومغربا. نعم، فالحمد لله، هذه كلها لأجل الحسين. في أفريقيا، في مدغشقر، ناس يحبون الحسين ويطبخون باسم الحسين ويحبون إطعام الحسين باسم الحسين. ما شاء الله، هنيئا لهم.